مرحبا. اهلين بابا، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. شو القصه بابا اليوم؟ حليان كثير. بابا عيونك الحلوه. تسلمي لي. شو وين امي؟ ماما بالمطبخ عم تحضر الغداء. ايه الله لا يحرمها، المطبخ الهي. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. اكيد جاي جوعان. يلا ولا يهمك، 10 دقائق وبيكون الغداء جاهز. ما قلت لك اليوم مو جاي على بالي اكل زفار؟ ساوي لنا معكرونه دانا. خلص حبيبي تكرم عينك، المسا بساوي لك اياها على العشاء. ليش شو طبخ اليوم؟ طابخت لك كباب هندي، ايه بتاكل اصابيعك ورا. وشو هذا اللي عم يفور ويغلي على النار؟ يعني معقوله انسى الشوربه اللي انت بتحبها؟ هي اكيد اختي سما، تقبرني، سقطت الظرف الشوربه بهي الطنجره عبين ما رد انا على التليفون. عال والله، لاني انا اجيري اللي خلفك. الو، اهلين سمر، كيفك حبيبتي؟ تقبريني سمر، بدي اسالك، صينيه الكباب الهندي قديش بدي احطها بالفرن؟ ساعه؟ مو كتير، بخاف تقرمد اللحمه وتذوب البندوره. ايه، وعلى اي درجه بدي احطها؟ فهرنهايت ولا عادي؟ ايه طيب سمورة حبيبتي، بدي اياكي تعلميني اكلة الانجينار مارشان. ايه تبع الصوص الابيض والانجينار. لك لا مو اليوم، بكره بدي اطبخها. ايه طيب طيب حبيبتي ماشي، الله معي. ولك هلا بس بدي افهم، هلا انت ما في بعقلك شيء تاني غير سير الطبخ وقصص النفخ؟ ليش هالشي بيزعجك؟ ايه انا اللي بعرفه انه الرجال بيفتخر اذا كانت مرته طباخه شاطره، هيك اللي بعرفه. ما اختلفنا يا عيني، ما اختلفنا، منفتخر، بس يا من تراكي غارزه بهالمطبخ على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء. يعني هلا صار الحق علي لاني بتفنن بالطبخ؟ هلا ايمينا من هالسيره، مو وقتها. صحيح نسيت لك، اليوم المساء معزومين انا وياكي على مطعم البلو تاور. معزومين؟ إيه بس مو قلت لك رح اعمل لك معكرونه على العشاء. أجليها لبكرة على الغداء. شو صار يعني؟ لأنه اليوم الدكتور رجب ابن أختي عازمنا بمناسبة طلعته على فرنسا لتعليم اللغة العربية هنيك بجامعاتها، بقى حضري حالك. أي ومين معزوم معنا؟ رفقاته ونسوانه. يعني ضروري روح أنا معكم، شو قعدني أنا بين ابن أختك ورفقاته؟ شي عم قل لك كل واحد جاي هو ومرته، بقى معقول روح لحالي مثل الأرامل؟ طيب مثل ما بدك. وبايش بدك تروحي؟ قصدك شو بدي البس؟ بالضبط، هذا يلي قصدته. اي والله ما بعرف، هلا بشوف بدبر حالي. على كل روح انت غسل وشلاح على بين ما يتهدى الرز. يا سحار سحار، يلا يلا ليكني اجيت. ولك فهميني شو عم تساوي لحد هلا؟ هلا وقت لم الغسيل صارت الساعة 8:30. ليش انو ساعة لازم نكون هنيك؟ 9:15 بالكتير. خلص حبيبي ولا يهمك، دقيقتين بكون جاهزة، طلع استناني بالصالون على بين ما البس. لا تطولي، ما بدنا نتأخر على الجماعة، مو حلوة ها؟ يلا أنا جاهزة. يلا. تفضلي. هلا هيك بدك تروحي على السهرة؟ ايه وشو فيها؟ مو مسألة شو فيها، بس لو حطيتي شوية مكياج على وشك شو كان صار؟ بتخرب الدنيا؟ هلا ما كنت تعرف طبعي، أنا هيك بكون مرتاحة، خلاص إذا بتستحي فيي ما بروح، بقعد بالبيت مو مشكلة، روح لحالك. لا لا مثل ما بدك، تفضلي، أنا عم بحكي مشانك. ألف مبروك يا خالو على البعثين، صدقني فرحت لك كثير أنا ومرت خالك. الحقيقة كان لازم نحن نعمل لك العزيمة مو أنت. ما في فرق يا مرت خالو، ما في فرق، الله يخلي لي إياكي يا رب، بس أنا كنت واعد رفقاتي إذا طلعت لي هالبعثة رح أعمل لهم عزيمة. طيب وين الجامعة اللي بدك تدرس فيها؟ بباريس بالذات إن شاء الله. نيالك يا عمي، باريس؟ أحلى بلد بالعالم، من 3 شهور كنا هنيك أنا ولينا وقعدنا 28 يوم. هو بصراحة أحلى شي فيها الثياب، وبكل شوارع معارض وبوتيكات، وبين كل معرض ومعرض في معرض، وكله شي بياخذ العقل. ايه طبعا الازياء الباريسيه مشهوره. لا ويلي بيميز باريس بصوره خاصه هي البارفانات والعطورات، وكله شيء مفتخر وغالي، ورغم هالشي جبت معي شويه فساتين وكنزات. الله وكيلكم اجلنا السفر مرتين وهي ما كانت تخلص شرق اواعي. ايه معقول سليمان، الحق بايدها،
الله يعلم امتى بصح لها طلعه ثانيه على فرنسا. اما الشغله اللي انتصحت فيها وحمدت ربي اللي جبتها معي هي المكياجات، لانه المكياجات اللي بتنشر من البلاد العربيه مشكوك بامرها، والله بيعلم من وين مصدرها. اصبح لهالسبب طلع ضاويه اليوم. معلوم يا عمي مكياج فرنسي. شو قصدك يعني بيطلع بشع بلا مكياج؟ لا بالعكس، انت حلوه مكياج وبلا مكياج. ميرسي حبيبتي، انا بصراحه بساوي مكياجي عند الكوافير فادي. وانت وين بتساوي شعرك؟ حلو كثير. انا بساوي شعراتي دايما عند بلاك توليب، بس انتزع شوي، قلت له لممدوح لا تفتح شباك السياره، بس ما رد علي. طيب شو بدي اساوي؟ الدنيا شوب والمكيف تبع السياره معطل. اصبح قوم نصلح مكياجنا. بتقومي معنا ست سحر؟ لوين؟ نصلح مكياجنا. لا شكرا، انا مرتاحه من هالشغله. على راحتك. شباب ليش عم تطلع فيني هيك؟ كل واحد حر بحاله. لحظة، ألو، أهلين عادل. نعم، وصلت البضاعة؟ إيه عظيم، لكان بكرة الله يرضى عليك بتطلع على المطار وبتد. نعم، لا لا مشان تبدأ بمعاملة تخليصها. بدك رقم المسؤول عن التخليص ولا ما بعرف اذا كنت حامله؟ لحظه لقلك. شو عامله سحر بحالها؟ معقول ما بيحط مكياج هيك بيطلع شرشوح؟ لو كانت جايه على الاخدان خاطر ما بيكون هيك شكلها، معقول ما تحط على وشها ولا لحسه مكياج؟ لا وانت شوفي لي شعرها شلون نشفان ومقصف، اكيد ما بتستعمل بلسم. لك انا من جهتي صرت شايفتها بهالثياب اكثر من 3 مرات. جوزة بخيل يعني؟ لك لها لا بخيل ولا شيء، بس هي شرشوحه روح قلبها شرشحه. لا وسمنانه كمان. ايه لحظه انت الثاني، اكتب عندك 093 240 756. ايه هذا هو، الله معك. أهلا، تعال عندي شوي برد عليك. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، بدي منك فنجان قهوة صحي الراس على ذوقك. ها حاضر أستاذ، عادي ولا إكسبريس؟ لا إكسبريس. يكرمك. يسلم وديات ان شاء الله. اهلا وسهلا استاذ. طيبين صحة وهنا. هلال. نعم استاذ. بدي اسألك سؤال صغير. تفضل. انت بتعرف لي محل ببيع مكياجات نسوانية يكون هيك عراقي؟ والله يا استاذ انا هي الشغلات ما بفهم فيها بنور. يعني عم اقول لحالي بركي بتعرف حدا عن طريق اخواتك او والدتك او قرايبينك. استاذ هي الشغلة بتفهم فيها بنت موظفة عندنا اسمها الانسة بسمة. بسمة ما غيرها موظفة الديوان؟ بالضبط، الله وكيلك يا استاذ، هي راتبك اللياته بيروح حق برفانات ومكياجات. طيب هلال يعطيك العافية شكرا. بتوصي شي غير أستاذ؟ لا لا سلامتك، بس ابعت لي ورا الأنسة بس ما لو سمحت. تكرم عيونك أستاذ. ادخل. يعطيك العافية أستاذ. أهلين الأنسة بس ما، الله يعافيكي. دخلك بدي اسألك سؤال يعني خارج الشغل براني. أنا تحت أمرك أستاذ، تفضل. تفضلي تفضلي ارتاحي. شكرا. بتعرفي لي شي محل راقي ببيع مكياجات نسوانية سينية؟ هو أنا بعرف بعض المحلات بس معظمها بتبيع ماركات تجارية، واليوم عيد زواجنا أنا ومرتي وبدي فاجئها بهدية محرزة. عفوا أستاذ، المدام ما بتعرف؟ معقول يعني؟
بلا بتعرف، بس ما قلت لك بدي اعمل لها اياها مفاجاه. هو اذا بدك تاخذ له هديه مميزه وتقيله كثير استاذ، مالك غير محلات يوري بيوتي، عنده تشكيله بتطير العقل، وفي عندك كمان محلات شارم وومن كمان عنده تشكيله كثير حلوه وبتهوس استاذ، وفي عندك كمان محلات كريزي بيوتي، هذا محل كثير فخم ومرتب، وفي كمان سبلندد بيوتي. بكفي بكفي بس ما. طيب انت منين بتشتري مكياجك؟ بصراحه استاذ انا بتعامل مع المسيو نبيل صاحب محلات الكريزي بيوتي. سحاب؟ يا سحاب. ايه جمال انا هون. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا تقبضني، حط من ايدك بوشك على الحمام اعمل دوش. هلا تركيني من الحمام ومن الدوش بعدين بتحمام. مثل ما بدك. يو شو هذا اللي بايدك؟ شوفت عينك، شوفي. شو هو؟ هديه. هديه؟ لمين؟ إليك لمين يعني؟ يو شو المناسبة؟ شو نسيتي إنه اليوم يوم زواجنا العشرين؟ أي والله ذكرتني، أي والله كنت نسيانة. بعد ليش معذب حالك؟ ما بدك تفتحيها وتشوفيها؟ لا افتحها أنت لأنه إيدي كلهم مي وصابون. شو هاد؟ علبة مكياج؟ الله وكيلك من أحسن الماركات الفرنسية. شو بكي؟ ما انبسطتي فيها؟ ولا مو قد المقام؟ لك لا مو هذا القصد، بس والله بحس حالي كبرت على هالشغلات. يعني لا تنسى انه ابنك صار شاب وبنتك صارت صبية. اي ولو من كبر عمرك يعني. شوفي لقلك. يا ستي هاي كريم ليلي، وهي مغذي للشعر، وهي كريم ضد أشعة الشمس، وهي يا ستي ما أنتي وينها مسكرة، وهي قلم تخطيط حواجب. شو يا ربي هاي؟ هاي روج بلونين وينه؟ ليكو شعر. وهي حمرة خدود، لا فوندة تاني يا ربي. وهي لقلب الرموش، وهي بودرة ما بعرف يعني ما استحليتها. يعني هدول هني. الله يعوض عليك. شو رأيك بقى؟ إن شاء الله عجبوكي؟ ايه عجبوني، يسلموا ايديك. بس بتصدق؟ والله نسيت كيف بيحطوا المكياج. ايه لا انت التانية ما نسيتي. بتتذكري لما كنا عرسان جدد كيف كنتي تتزيني وتساوي شعرك، وانا اقول لك ليش معذبة حالك يا سحار؟ انت حلوة بلا مكياج. صحيح. ايه بس هالكلام من 20 سنة مو هلا. لك ستي وهلا ما صار شيء. انا عازمك اليوم على العشاء، قال في مطعم جديد فاتح على طريق المطار اسمه ميموريز، بقى شو رايك؟ اي بس المساء بدي اعمل برك بجبنه وفطاير بسبانخ. مو مشكله هلا اجليها فطاير بسبانخ. طيب والولاد؟ والله حرام. ولا يهمك تاني مره بناخذهم. شو وين رايح؟ ما بدك تتحمم؟ لا والله ماني فاضي، بعدين بتحمم، عندي اجتماع ضروري بالشركه. مرحبا بابا. اهلين بابا. اهلين ماما. شو هدول؟ هدول علب مكياج جاب لي اياهم ابوكي. يا سلام شو حلوين. على فكره هدول غاليين كثير. ها يو وشو عرفك انه غاليين؟ رفيقتي رغد عندها مثلهم. سحر يا سحر وينك؟ يلا يلا جمال دقيقه جاهزه انا. لك يلا حبيبتي يلا خلينا نروح على بكير ونرجع على بكير. يلا انا جاهزه. شو سحر مبين ما استعملتي المكياج اللي جبت لك اياه؟ مزبوط حبيبي. وليش ما استعملتيه بقى؟ بنتك لما حبت علبة المكياج كتير، قمت عطيتها اياها، تقبر قلبي طار عقلها فيها. ايه بس لما لساتها صغيرة على هيك شغلات. لا ايو، شو لساتها صغيرة؟ بنتك لما صارت صبية، وحضر حالك ها، من هلا ورايح الخطابين رح يدقوا بابنا. هلا ضروري تذكريني دائما اني كبرت يعني؟ ايه كبرنا، شو ما كبرنا؟ يلا شبنا، ما بدنا نروح على المطعم؟ لا بطلت، ما عاد بدي روح، تأخرنا. اي ولا يهمك، رح ساوي لك عشاء أحسن من 100 مطعم. ما بدي أتعشى. يو ليش؟ هيك صدت نفسي، هيك قلك يعني. عم قلك يا عادل احترت والله حيرني كيف بدي أتعامل معها، كيف بدي خليها تعتني بحالها. المخلوقة مو أخذ عقلها غير ولادها وشغل البيت وبس.
يعني ولا كأنه متجوزة رجال له مركز وبيحب المظهر الحلو واللبس الأنيق والوش الصبوح. طيب ليش ما بتنبهها أنت لهالشي؟ ليه ما بتلفت انتباهها بشكل لطيف؟ ولك يا رجل ما خليت وسيلة ما استعملتها معها. من مدة يومين أخذت لها علبة مكياج تقيلة شحدتها لبنتها، بشتري لها أناني عطر ما بتفتحهم. انزلي يا مرة على السوق واشتري تياب بتقلي عندي، بعزمها على الحفلات والسهرات بتحط لي 100 حجة وما بتروح. لا وكل ما دق الكوز بالجرة بتقلي كبرنا راح دورنا، شو بدنا ناخد عمرنا وعمر ولادنا؟ والله يا صاحبي وضعك صعب، يعني انت عم تعيش حالة تناقض غريبة. شلون يعني حالة تناقض؟ يعني انت مزوي ولبيس وطونتك كلياتها من برات البلد وهي عدم مؤاخذة. لا لا يا عادل لا، شو من برات البلد؟ الله وكيلك انا والعائله كلها ما بنلبس الا لبس وطني، شغل معامل 400 شوفت عينك، وكلنا انيقين ويا عيني علينا. يعني اللي بقصده مو شرط الاناقه تكون مكلفه وشغل فرنسا وايطاليا واسبانيا، المهم تكون مرتبه ومزبطه والوانها مناسبه. بقى اللي عادل شو الحل؟ اللي دخيلك الحل مثل ما بيقول الشاعر، وداوها بالتي كانت هي الداو. ما فهمت عليك، شو قصدك؟ انت ما بيحل وضعك الا صبيه حلوه. شو فكرك يعني اتجوز؟ لا حبيبي لا، هذا من رابع المستحيلات وما عم فكر بهالوارد النوب. ليش؟ مين قال لك انك تتجوز؟ انا جبت سيره الجواز شيء. لكن شو قصدك؟ انا قصدي تعين سكرتيره حلوه عندك بالمكتب وساعدها شوف شو بده يصير. ايوه هلا فهمت عليك. ومين بدي اعين برايك؟ شو بيعرفني؟ قصدي باعتبارك صديقي وموظف عندي بالشركة، مين خرج تكون سكرتيرتي؟ يعني إذا من الشركة ما خرج غير الأنسة بسمة. الحمد لله رب العالمين. جمال قبل ما تروح على شغلك شو حابب تتغدى اليوم؟ والله ما بعرف، أنت اتصلي فيي على المكتب وببقى أنا بالليك. ماشي. طيب شو بدي ساوي بالغسالة العطلانة؟ لساتها ما عم تاخذ مي؟ اي مو مشكلة، اتصلي فيني على الشغل وذكريني حتى ابعث لك مصلح فهمان. طيب اعطيني رقمه وانا بتصل فيه، لانه انت بتنسى. مالي حافظ رقمه، انت اتصلي فيه على المكتب وانا بعطيك اياه. يلا خاطرك هلا حبيبتي. الله معك. الو بونجور، بسمع معكم، مين معي؟ عفوا انا غلطانه بالرقم. الو بونجور، بس ما عم تحكي، مين معي بالله؟ انا اسفه مره تانية، يمكن غلطت بالرقم. غريب ليش عم يطلع معي الرقم غلط. رح ارجع ادقه. الو بونجور، بسمة معكم، مين معي بالله؟ عفوا مين عم يحكي معي؟ انا بسمة من مكتب المدير العام. طيب شو الرقم عندك؟ 717767. بالعربي لو سمحتي. اوكي تكرم عينك. 717767. يعني هذا مكتب جمال؟ مزبوط، مكتب المدير العام، الاستاذ جمال. طيب وحضرتك مين بتكوني؟ أنا بسمة سكرتيرة الأستاذ جمال، أي خدمة؟ أنت سكرتيرته؟ إيه نعم مزبوط، مين حضرتك؟ أنا زوجة المدير العام، سحر. عفواً مدام، تشرفنا، أهلا وسهلا. عدم المؤاخذة، اللي ما بيعرفك بيجهلك، لحظة لو سمحتي. أستاذ جمال، المدام معكم على الخط. أهلين سحر. ومين هي اللي ردت علي بالأول؟ هي سكرتيرتي الجديدة. ومن أين عينت سكرتيرة؟ أنت ما فتحت لي هالسيرة بنوب. نسيت، قلت لحالي شو هالخبر المهم يعني؟ إيه بجوز ما يكون مهم بالنسبة إلك، بس مهم بالنسبة إلي. على كل حال هيك بتتطلب مصلحة الشغل. سحر هلا عندي اجتماع الله يرضى عليكي، بنحكي بعدين بالبيت، الله معك، مع السلامة. وهي بسمة متجوزة؟ مين بسمة؟ مين بسمة يعني؟ سكرتيرتك الجديدة. ايوه. لا ما لها متجوزة، معلوماتي عزابية. مخطوبة؟ لا معلوماتي ما لها مخطوبة.
وقديش عمرها؟ يعني بدك تقولي شي 22 سنة. يعني ما لقيت وحدة أكبر منها؟ مو مسألة أكبر وأصغر، هالبنت معها شهادة معهد سكرتاريا وأنيقة وفهمانة، يعني بتبيض الوجه قدام الزوار والعملاء. وأنت يا ترى ملاقيها حلوة ولا؟ هو عم يقولوا حلوة، هيك سمعت، عم يقولوا قال حلوة كتير. وبتعرفي الجمال شغلة نسبية عند كل شخص، ومفهوم الجمال عند كل إنسان. يعني أنا شو بدي برأي العالم؟ أنا عم بسألك أنت، أنت شلون ملاقيها؟ والله أنا ملاقيها شغيلة ومؤدبة وبتحب مهنتها كتير. يلا بدك شي؟ خايف أتأخر لأنه لا، الله معك. الله يسلمك. يلا وقديش عمرها؟ بدك تقولي شي 22 سنة. هالبنت معها شهادة معهد سكرتاريا وأنيقة وفهمانة، يعني بتبيض الوجه قدام الزوار والعملاء. وانت يا ترى ملاقيها حلوة ولا؟ هو عم يقولوا حلوة، هيك سمعت، عم يقولوا قال حلوة كتير. يلا بدك شي؟ خايف أتأخر لأنه أستاذ عمر لو سمحت بتروح على الاجتماع فورا وبتأخذ معك ميزانية الشهر الجاي كله. طبعا أكيد أوامر الأستاذ جمال. شكرا، يعطيك العافية. مرحبا استاذ عبد الكريم. بيقول لك الاستاذ جمال تروح على المنطقه الحره فورا مشان تخلص البضاعه. طبعا لا 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 لا، منخاف بكره ما نعود نلحق. طيب طبعا اكيد، لانه كل ما بكرنا كل ما كسبنا الوقت اكثر. يعطيك العافيه، الله معك. اهلا وسهلا مدام. أكيد أنت سكرتيرة بسمة، إذا ما خاب ظني. مزبوط مدام، أي خدمة؟ بدي شوف الأستاذ جمال. عفوا مدام، أنت أخذ موعد منه؟ لا، أنا مرته. عفوا مدام، ما تأخذيني، ما عرفتك، بعدين اللي ما بيعرفك بيشهلك. تفضلي مدام استريحي. شكرا، وينه جمال؟ الأستاذ جمال عنده اجتماع، بتحب يفوت لعنده وخبره؟ لا لا، ما في داعي. وإمتى بخلص الاجتماع؟ بعتقد إنه بده كمان نص ساعة. ممكن نستناه هون إذا ما عندك مانع. ولو مدام مكتبك، تفضلي. شو بتحبي تشربي مدام، بارد ولا سخن؟ قهوة سادة لو سمحتي. على عيني. واحد قهوة سادة لو سمحتي يا أبو مرعي. شكرا. نور المكتب مدام. منور فيكي، ما كنت متوقعتك بهالحلاوة وهالجمال. شكرا مدام، هاد من لطفك. لا فوق هالشي، أنيقة وبتعرفي تلبسي ومكياجك كتير ناعم. منين بتشتري مكياجك أنسي بسمة؟ حسب، شي من محلات شاينينج وشي من محلات جولدن توتش. ومنين بتشتري تيابك؟ أحيانا من تويست أجين وأحيانا من تشارمينج باربي. شو وين رايح جمال؟ استنى جمال استنى، بدي وصيك على شوية غراض. أعوذ بالله، ليش هيك عم بحالك انتي؟ شو هذا على وشك؟ شو هاد؟ ماسك أبيض خليط فيتامينات مشان نضارة البشرة. مد إيدك وهاد هات. ما فهمت عليكي، شو يعني؟ شو بدك؟ بدي 10,000 ليرة. مشان شو؟ بدي سجل بالنادي الرياضي، بدي أعمل دورات رشاقة. حاضر يا ستي. وهذا شو؟ هذا عقد شركة الأنابيب البلاستيكية تبع درعا أستاذ. أصبح خليهم يبعثوا لنا العينات فوراً وضمن المواصفات. أوكي حاضر. وهذا شو؟ هذا عقد مؤسسة الإمتاع والتمتيع، بدهم عينة من إنتاج شركتنا أستاذ. لكن بعثي لهم 4 شراشف ملونين ومخدتين ريش، ريش جاج مو ريش نعام، أوعكة. أكيد. سلام على العطر يا بسمة. شو نوع العطر اللي حاططيه؟ شو اسمه؟ هاد تيت دولامير استاذ. يا سلام، تيت دولامير بذكرني بريحة البحر بالظهرية الحمراء. وهذا شو؟ يا هادم اللذات ومفرق الجماعات. الو، اهلين 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 سحورة مرتي. وينك انتي؟ انا محل الرشاقة العفريتية للأجهزة الرياضية،
واشتريت جهازين، واحد للنط العمودي وواحد للقصف الأفقي، وقال في عنده جهاز للنط الزكزاك بس قال بيدوخ وسعره غالي. ايه وشو المعنى؟ بدي اياك تبعث لي مع الشوفير 38 ألف ليرة. شو؟ ما سمعت. قديش ابعث لك؟ 38 ألف يا ستي. الله يبعث لك. هلأ لا تمزح معي جمال، شو أنا عم بشحد منك شهادة؟ ولا ما بدك يعني يكون رشيقة ونحيفة؟ شو؟ سكرتيرتك بس ما أحسن مني؟ طيب طيب، رح أبعث لك. الله معك. إيه ستي، نرجع لشغلنا. أوكي. هذا شو؟ مرحبا. أهلين جمال حبيبي، الأكل جاهز، خلي لما تسخن لك يا، أنا عندي مشوار ضروري. مشوار؟ ولوين هالمشوار بظهرية الحمراء؟ لوين بالسلامة؟ فاتح مطعم جديد على طريق المطار، مطعم نباتي اسمه خيار وخس وبس، ورايحة أنا ورفقاتي نتغطى فيه ونجربه. تعرف لأني أنا قررت من اليوم ورايح امتنع عن الدسم ودقق بالحريرات والكالوري اللي عم تفوت لجسمي. بدك تدققي بالكالوري؟ إذا بتحب تروح معنا ما في مانع، لأنه رفقاتي سبور. لا ستي ما بدي روح معكم، شكرا. بالمناسبة جمال، المحلات باتروناج مستوردة تياب كتير حلوة وكلها ماركات عالمية وصينية، بقى بدي روح اشتري لي كم قطعة، هيئ لي شوية مصاري. وشو بدك تعملي بالتياب المكدسة اللي عندك؟ اسمعوا على هالحكي، اسمعوا، يعني بدك يعني البس تياب بطلانة موضتها من شهرين؟ إيه لا حبيبي، يلا باي باي. لما؟ نعم بابا. الله يرضى عليك، صحتي لي أكل لأني ميت من الجوع. تكرم عينك بابا، هلأ بناكل سوا. العمى على القصة، فعلا النسوان ما بينعطوا وش. ليش شو عملت معها؟ شو عملت معي قال؟ ولك يا عادل ما عم لحق لحق تياب ومكياجات وكوفيرات ودورات رياضية ورشاقة وتنحيف ومساج. لا وقال شو بدها تشفط كليين شحم من بطنها وثلاثة كيلو ونص دهن من رجليها، وبدها تعمل قطبتين بجبينها مشان ترفع حواجبها، ويمكن تنفخ شفايفها وتنقل منخارة مع جناب وتشد ادنها وتملس جبينها. ليش عم تضحك؟ اقسم بالله هذه اللي عم تفكر فيه مخلوقة. لا والدكاترة ما بيقولوا لحدا لا، معلوم لأنه رزق الهبل على المجانين. لا عفوا جمال، هلأ بلشت تخبص بالحكي. التجميل مو زعبرة، التجميل ضرورة واختصاص مهم. ها ها حبيب قلبي أنت، هذا الكلام المزبوط. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعني إذا كان الوحدة عندها ديفو بشع ما في مانع تعدله تصلحه حتى يطلع منظرة أجمل، شو عليه؟ يعني بعرف وحدة منخارة معقوف مثل الحدقة أو الشوحة، عملت له عملية طلع أجمل، لبق لها كتير. أما مو كل وحدة تلحق لي الموضة وممثلات السينما والتلفزيون بلا مبرر. ولك بيكون من خار الست ما في أجمل من هيك، بليلة ما فيها ضوء قمر بتشوف ممثلة بالتلفزيون من خارها حلو بتغار، بدها تساوي مثله. لا وبعد ما بتساوي العملية بتندم، بتتحسر، بتبكي، بتقول والله كان من خاري أحلى والله، وبتصب كل غضبها على هالدكتور المسكين يلي عمل لها العملية وبتحط كل الحق عليه. وعلى قولة هو اللي ما عرف تساوي لي أنفي، هو اللي نزع لي وشي، وهو وهو، وبتكون هي اللي اختارت موديل الأنف من الكتالوج. فعلا هذا اللي صار مع بنت خالتي، راحت عملت عملية تجميل لأنفها وما عجبها بعدين، قامت رجعت لعند الدكتور قالت ورجع لي إياه مثل ما كان. لا ويلي مجنني أكتر يا عادي، إنه مرتي قلبت لي البيت فوقاني تحتاني. مرة بروح بلاقيها على البسكليت، مرة على المرجوحة، شي حاطة على وشها عسل، شي قشر خيار، شي غاسلته بالحليب، وهذا الأكل بيسمن، وهذا فيه جالوري، وهذا بلهلط الجلد، وهذا بهر الشعر، وما عم تاكل غير سي فود وفواكه. بس وينك؟ كل الحق عليك ها؟ ليش الحق علي أنا؟ شو دخلني؟ أنت يلي وقعتني وقلت لي جيب سكرتيرة ومكرتيرة، بقى مثل ما وقعتني بدك تخلصني. يا سيدي بسيطة بسيطة، طالما مرتك غيراني من السكرتيرة، نقول السكرتيرة ورجع مثل أول. سحاب؟ يا سحاب؟ إيه جمال؟
مرحبا. أهلين. لا هيك مو معقول منوب. وشو هو اللي مو معقول؟ شو الحلاوة هاي؟ ايه العظمة دي كلها يا جميل يا أبها؟ يا دي المنجهة ودلال انت يا بتاع السمسمة والطعامة بقى. عجبتك؟ ده انا مش شايف قصادي بشر. لا انا شايف قصادي ملاك ريم حتة قمر ماشية في الصالون زي غصن البان. وليش عم تحكي بالمصري؟ شو بيعرفني؟ التوى لساني من حسنك ودلالك يا روحي. حاجتك بقى حاج، هلا بتبرملي عقلي. انا يلي عقلي انبرم وانفتل من هالجمال الفتان. تفضل يا ست الحسن. شو هاي؟ يا ستي هاي مسجله جديده اشتهيت لك اياها مشان تتسلي فيها بالبيت، وجبت لك كمان شرايط لعبد الوهاب وفريد الاطرش وام كلثوم وفيروز مشان تتذكري ايام خطوبتنا. يسلموا ايديك، هالمسجله رح تفيدني كثير وخصوصا بتمرينات الرياضه وتدريبات المعلمه. لك يا روحي لايش رياضه؟ انت رشيقه بدون رياضه، حلوه بدون مكياج، انيقه بدون موضه وتياب غاليه. يعني احلى من بسمه؟ مين بسمه؟ ليك الثاني هلا ما عاد تعرف سكرتيرتك؟ ايش بنا؟ يطعمك حجه والناس راجعه. شلون يعني؟ يعني صرفت السكرتيره من اسبوع. شو عم تحكي انت؟ معقول تكون صرفتها؟ وليش صرفتها بقى؟ شو ليش؟ ما عادت لازمتني. بعدين بيني وبينك بسمة قرارة كتير وعلى سرسرة على هالتليفونات ومو شاطرة غير تطلع على حالها بالمراية. ليش عم تطلع فيني؟ كأنك مو مصدقتيني مو هي؟ وين صارت هلا؟ نقلت على الديوان. يعني لساتها بالشركة؟ ايه لساتها، بس الديوان بعيدها. يعني وين مكتبي وين الديوان؟ الديوان بالبناية الثانية. وشو اللي بيضمني انك ما ترجعها؟ ولو يا سحار، من امتى كنتي تكذبيني انت؟ معقول؟ خلاص خلاص صدقتك. قال يا مآمنة بالرجال مثل المي بالغربال. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب بشو بدي احلف لك حتى تصدقيني؟ وحياة عيونك، وحياة معزتك، وحياة قلبي وافراحه. لك خلاص خلاص، حاجة تحلف. قالوا للحرامي حليف، قال اجى الفرج. هلا انا هيك؟ طيب شو رأيك بكرة أعمل لك زيارة على الشركة وأبرم بين الموظفات ونقي لك السكرتيرة اللي بتعجبني؟ نعم يلا. وإمتى لحقتي تختاري السكرتيرة؟ استغليت فرصة سفرتك لحلق وإجيت على الشركة واخترتك، يعني الشغلة صعبة كتير. وداومي؟ من بعد إذنك مبارح داوميت. تفضل. بقدم لك سكرتيرتك الجديدة روى. أهلا أستاذ. يا أهلا يا أهلا. يا سبحان الله على الحضور الآسر والجمال الفتان. سحر، أنا مو لازمتني سكرتيرة منوب، مو لازمتني، مفهوم حبيبتي؟ إيه بس أنا لازمتني. لا لا حبيبتي لا تغلطي، أنا بشر بالنهاية. شو يعني؟ يعني في غزلان وفي قرود وفي مثل بيقول. هلا لا تعمل لي بالرز بصل، هاي سكرتيرتك وانتهينا. إيه بس يا سحر ما بجوز هالشي من الله، والله العظيم ما بجوز. إيش بدك تموتيني انتي؟ بدك تجيبي آخرتي؟ اخطي أنا سحر اخطي. هيك عم تقول؟ طيب ماشي بخاطرك. لوين لوين؟ عم يقولوا إنه في تنزيلات عاملين على فساتين السهرة بمحلات سهار بعد سهار، واتفقت أنا ورفقاتي لحتى روح أنا وياهم اشتري لي كم فستان. طيب استني شوي استني بلاها هروح هلا. هلأ شو اعتمدت؟ بدك تخليها ولا لا؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو رأيكم انتو؟ خليها ولا لا؟